تدفق الآلاف من أهالي الغوطة الشرقية كما قلت لك نينار إلى هذه النقطة. هذه النقطة هي نقطة أولى بالنسبة للأهالي، أو نقطة ثانية، النقطة الأولى بالنسبة للأهالي هي نقطة الجيش السوري، خلالها الوصول إلى الجيش السوري. نذكر جيدا بأن الجيش السوري كان قد حاول عن طريق الدولة السورية، حاولت عدة مرات بمبادرات وبطرح حوارات وحلول على المجموعات المسلحة، تعاني أيضا من تصدع في بيئتها الداخلية، وكما تعاني هي من تشتت وتصدع في قوتها. كيف كان يقوم الجيش السوري، عناصر الجيش السوري يقومون بمهامهم القتالية ضد هذه المجموعات الإرهابية، وبنفس اللحظة يعملون على الضغط على هذه المجموعات الإرهابية لتوفير غطاء آمن لإخراج المدنيين من بلدات الغوطة. وكان هناك محاولات من المجموعات للاعتداء على عناصر الجيش الذين كانوا يهمون للوصول. استطاع الأهالي أن يخرجوا وأن يعبروا عن رأيهم، واليوم يعبرون عن رأيهم أكثر بحرية بعد أن وصلوا إلى نقاط الجيش السوري أمام هذه المجموعات الإرهابية. واليوم الدولة السورية والجيش السوري حين فتح الممر والمسلك طبعا بقوة السلاح على هذه المجموعات الإرهابية وبالضغط على هذه المجموعات الإرهابية، رأينا كيف يعني ينسال الآن على أساس بأنها هي بيئة حاضنة لها أو بيئة داخلية هي من تقوم برعايتها، لكن تلاحظين وتسمعين اليوم شهادات المدنيين التي تعبر عن حقيقة ما يجري وعن ما يحدث كان في الغوطة، وعن اتخاذ المدنيين كدروع بشرية واستثمارهم في طيلة السنوات الماضية. الحمد لله على السلامة. هذا السيد وينه احمد؟ وينه؟ 7 سنين ما شفت امك؟ 7 سنين. احمد نينار كما قلت لك بان هناك نساء، رجال، مدنيون الان نشاهدهم بعدسه الكاميرا يحاولون الوصول الى نقاط الدوله السوريه. في حق يا حكيم، متنا والله، الله يجبر بخاطركم. الحمد لله على سلامتكم. الله يحمي الجيش. الحمد لله على سلامتك عمو. الله يسلمك. نعم نينار، كنت أقول لك بأن هناك كانت ارتدادات هامة في هذا المشهد الذي هو أمامك على المجموعات الإرهابية، على البيئة الداخلية لهذه المجموعات الإرهابية، إن كان على حي جيشنا وكل الأصدقاء الروس، كل الحلفاء من حييهم لأنه أنا عندي ابني عانيت كثير.